إذا متابعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في بث مباشر آخر مباشرة من عاصمة البغاز مدينة طنجة. موضوعنا اليوم موضوع ماشي بعيد على المونديال وماشي بعيد على الشباب والقضايا الرائجة. معنا ومعكم إن شاء الله في هذا البث المباشر كوتش في مجال التنمية الذاتية. نحاولوا نهضروا على تحفيز للشباب، رسائل تحفيزية، ولكن طبعا غنهضروا على النجاح المبهر اللي حققته مدينة طنجة، وماشي غير مدينة طنجة وإنما المغرب كله، في افتتاح المونديالتو اللي كان هنا في مدينة طنجة، الافتتاح اللي أبهر العالم، افتتاح لا مقارنة له سواء عند الهكاويين وأشباههم. كان افتتاح ضخم جدا جدا جدا، والأكيد أنه إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة غنشوفوا نهائي أجمل. متابعي الأوفياء، كما قلت معنا ومعكم كوتش، الكوتش ويصال، اللي هتحاول تهضرنا على النجاح ديال افتتاح مونديال اللي كان في ملعب ابن بطوطة، وفي نفس الوقت عنده بزاف ديال الرسائل التحفيزية للشباب. اختي ويصال، مرحبا بك. شكرا اخ يوسف، ومرحبا بكم انتم شوف تي في عندنا في المقر ديالنا هنايا في مدينة طنجة. كنشكرك على الاستضافة. قبل ما نهضروا على المونديالتو اللي كاين دابا حاليا في مدينة طنجة، كنبغي نهضر على كأس العالم اللي كان في نهاية سنة 2022، اللي خلانا واحد الفرحة كبيرة، اللي يعني عاشها المغرب وكافة الشعوب العربية والإفريقية كذلك. راس لافوكا خلانا علاش نتفكروا سي وليد الركراكي، اللي عطى واحد النموذج مهم اللي خص الانسان بصراحه يامن بالحلم ديالو ويسعى الى تحقيقه حتى يولي هدف. خاصو يخدم على الحلم ديالو، على الهوايه ديالو، باش يحاول يثبت الوجود ديالو ويخلي حتى هو واحد البصمه ديالو، واحد الرساله هنا في هذا المجتمع وفي هذه الحياه اللي كنعيشوها. اختي ويصال، بما انك انتينا كوتش مزيان، هذا الموضوع ديالك، شنو الفرق ما بين الحلم والهدف؟ داكوغ، الحلم هو بصفة عامة، حنا كاملين عندنا أحلام كنقيلو نحلمو، كنقول مثلا نفسي نسافر لواحد البلاد، نفسي ناخد واحد الطوموبيل، نفسي ندير مشروع، ولكن فوقاش كيولي هدف ملي كتحط له واحد الشروط معينة، كنتبعو فيه واحد الشروط ديال واحد الموديل سميتو سمارتر. أول حاجة في الهدف أن خصو يكون بعدا سبيسيفيك، يكون واضح، يكون عنده واحد الوقت محدد، لأن فوقاش يولي هدف ما تقول أنا في التالي د العام مثلا في 2023 بغيت نوصل لواحد لوبجيكتيف معين، مثلا غنشري واحد الحاجة، في واحد الوقت معين، وكتشوف لي موين باش غادي تخدم عليه بهذا الهدف. واش أنا محتاج مثلا نمي مهارات ديالي، محتاج مثلا بحال دابا نشري كاميرا غتعاوني في هذا الهدف، مثلا نشري بيسي، نشري شي حاجة، ولا غندخل لواحد بحال الناس اللي كيلعبوا الرياضه مثلا، حتى الحلم ديالك تولي لاعب. من ضمن الحوايج باش تولي هدف، اول حاجه تدخل مثلا تسجل في واحد النادي، ولا تنخرط الحلم ديالك تولي مثلا كطير في واحد اللغه، من اول حاجه انك تدخل وتسجل فيها. ومن ضمن الحوايج اللي كيعاونوا ان الانسان يوصل للهدف ديالو، لان كتجينا ظروف بعد شي مرات، كي الواحد كيدي موتيفا، كيبدا يعجز، كيبدا يتراخى، كاين دوافع ان تخلي ديما بين يدك، بين عينك، داك لو بيغواي ديالك، شنو هو داك الحافز ولا داك الدافع اللي يخليك توصل للهدف ديالك. ويكونوا معك ناس، تحيط راسك مع ناس اللي يكونوا كيساعدوك، يشجعوك، يساندوك، وكيحاولوك حتى اومونطور انت توصل للهدف ديالك. بالنسبه للافتتاح المونديالتو اللي كان هنا في المغرب وهنا في مدينه طنجه بالضبط، طبعا غتكوني شفتي شنو بان لك فيه وكيفاش جا؟ صراحه شي حاجه زوينه بزاف، رائعه، اكثر من رائعه، اللي كان الحضور تبارك الله كثير، وسورتو يعني الناس كلشي فرحان، كلشي من وليدات الصغار، من امهات، كنت كنشوف ردود الافعال ديالهم، الشباب كلشي كان فرحان، تبارك الله. شي حاجه كتشرف المغرب وكتشرف بلادنا، وهادشي كيخلينا نفتخروا بالمغرب وهادشي اللي وصلنا عليه. بالنسبه للتنظيم، شفنا كان واحد التنظيم محكم، تنظيم مزيون بزاف، شنو بالك؟ انا شفت يعني حتى المدينه ديال طنجه، يعني الناس اللي مكلفين ساهرين عليها، يعني وفروا الامور. كنت هبطت غير داك النهار، هبطت هنا حدا المحطه، وشفتهم يعني خصو حافلات خاصه باش يوصلوا الناس وباش يجيبوا الناس. كنت ضربت دورات تما حدا المركب، كان يعني تبارك الله الامن كاين حاضر، النظام كان كاين، يعني كلشي كان مزيان الحمد لله. وهذا الشيء كيشرف المغرب، وان شاء الله المغرب يحاول يحتضن يعني منتديات ولا كؤوس اخرى، كاس افريقيا ولا كاس عالم ان شاء الله. مرحبا ان شاء الله. طبعا قبل ما نبدا، قلت لي عندك رساله
تحفيزيه للشباب، وخاصه هذا المجال ديالكم، منهم انا حتى انا محتاج بزاف ديال التحفيز والموتيفاسيون. الشباب قدامك، شنو تقدر توجه لهم؟ الرساله ديالي اللي غنوجه للشباب انهم يامنوا براسهم، يثقوا في راسهم مزيان، ويتمسكوا بالاحلام، الاحلام ديالهم تيردوها هدف ويكون رياليزي في ارض الواقع. كاين انا كان ممكن نعطي واحد المثال، كاين واحد ثلاثه ديال الحالات في نورمالمون في كل انسان، كاين ثلاثه ديال الحالات، كاين الانسان ولا اللي كيبدا كيكون مامن براسو، كيلقى المجتمع والبيئه مساعده وكيقدر يوصل ويعطي. كاين الانسان اللي كيكون مامن براسو كيكون البيئه والمجتمع ما معاونينوش، كيقدر يتحبط ولا يقدر يافونسي. كاين الانسان اللي كيكون فعلا مامن براسو واخا كيعاندو اي واحد، كيكون مامن بالقدرات ديالو الداخليه، هذاك اكيد غادي يوصل. لان الاكثر موتيفاسيون اللي نقدروا ناخذوها، نقدر نقول لك راه غادي موتيفيك مثلا الكوتش ديالك ولا الاب ديالك ولا العائله ديالك ولا شي واحد قريب لك ولا شي صديق، ولكن الموتيفاسيون الحقيقيه هي اللي كناخذوها من الداخل ديالنا، لان هي اللي كتعيش معنا ديما. وسيرتو الانضباط يعني على واحد العادات معينه هو اللي كيخلينا نوصلوا للنجاح ونوصلوا نحققوا الاهداف ديالنا. لمتابعي قناه شوف تي في، كان كيف ما قلت هذا بث مباشر او لقاء مع كوتش من اجل تحفيز الشباب، من اجل الاعتراف بالحلم اللي كان ديال قطر واصبح حقيقه. على امل ان اراكم ان شاء الله في بثوث مباشره اخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.